بسم الله الرحمن الرحيم. روى الإمام السيوطي الحافظ جلال الدين السيوطي في الدور المنثور، والإمام البيهقي في شعب الإيمان، وغيرهم من حديث عبد الله بن عباس: من قرأ قل هو الله أحد، من صلى ركعتين فقرأ قل هو الله أحد 30 مرة بنى الله له 1000 قصر من الذهب، ومن قرأها في غير صلاة بنى الله له 100 قصر، ومن قرأها حين يدخل إلى أهله أصاب أهله وجيرانه منها خيرا. فبالكم بقى اللي يقرأ هذه السورة في الصلاة 100 مرة أو 150 مرة أو 200 مرة أو أكتر، ده ثواب إنك تقرأها 30 مرة في ركعتين، يعني كل مثلا ركعة 15 مرة بعد الفتح. منزلة عظيمة جدا، ثواب عظيم جدا، ده غير طبعا ثواب ختم القرآن كل ثلاث مرات ختمة. ده وانت قاعد، فما بالك بقى وانت على وضوء وبتصلي، يعني كأنك ختمت القرآن 10 مرات وانت قريت 30 مرة، فثواب عظيم جدا. حديث من اعظم الاحاديث التي رويت في فضل الصلاه، كل قولها في فضل الاقصار بقراءه سوره الاخلاص في الصلاه. كل قولي هذا، استغفر الله.